أهلا بحضراتكم جديد، حلقة جديدة من حوار خاص. هذه الحلقة نتحدث فيها طبعا عن المرأة المصرية وتميزها في شتى المجالات، وعنصر بارز في من العناصر البارزة في مجال التمييز الدولي، وكذلك حاصلة على العديد من الجوائز الدولية. ضيفة كريمة عزيزة على برنامج حوار خاص، هي طبعا تقلدت عدد من المناصب الدولية، وكان آخرها رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وفائزة بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. الفضل يعود طبعا لنجاحها في التميز للدبلوماسية المصرية في شتى المجالات، وكانت المرشح الأفريقي لهذا المنصب الرفيع، ونالت طبعا دعم دولي كثير جدا، وكذلك حصلت على قائدة، حصلت على تعيد انتخابها 5 مرات بصفتها المرشحة الأفريقية. طبعا ده تقدير لها وتقدير لجهد المصري الكبير في الدبلوماسية المصرية. معنا في هذه الحلقة سعادة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على تمييز ضد المرأة. مساء الخير شرفانا سعادة السفيرة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا سعادة السفيرة، اسمحي لنا نخرج بس لفاصل نشوف مسيرة حضرتك الطويلة في الخارجية المصرية، وكذلك هذه يعني التقاليد والأشياء الدولية حضرتك تتقلديها، في عرض بسيط عن سيرتك الذاتية نتابع مش الإنكار. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب مره اخرى بضيفتنا الكريمه سعاده السفيره نيلة جبر، رئيس اللجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر، عضو لجنه الامم المتحده للقضاء على تمييز ضد المراه. مشرفانا سعاده السفيره وبرحب بحضرتك دايما. سعاده السفيره، عايزين نتكلم عن بدايه حضرتك بقى، الى ان وصلت لهذا المنصب الدولي الرفيع. انا ما بعتبروش منصب دولي لانه ما بيحولش دون استمراري في عملي طبعا. رئيسة اللجنة الوطنية اللي هي تابعة لمجلس الوزراء هو لجنة خبراء، وحقيقي الشيء الجيد هو ان تم انتخابي المرة الخامسة، 5 مرات ودي يعني معجزة وحاجة شيء نادر، ما اعتقدش انه حدث قبل كده لاي حد من الخبراء، فده شيء اعتز به بالنسبة لبلدي، واعتز به كأفريقية باعتبار ان دائما بحصل على دعم الاتحاد الافريقي، ببقى مرشحة الافريقية. فالموضوع بدايته طبعا ان انا كدبلوماسية اخدت خبرة في مجال حقوق الانسان باعتباري اول مديرة لحقوق الانسان في الخارجية المصرية، والسنوات طويلة في اكتوبر 92 بالتحديد، وابتدى نشاطي في مجال حقوق الانسان، ده مكنني ان اكون عندي خبره في مجال حقوق الانسان بصفه عامه، وايضا في مجال المراه، وابتديت مصر تقدمني في الانتخابات الدوليه وانجح فيها، وانا على فكره كمان نجحت في انتخابات اخرى كخبيره في اطار منظمه المؤتمر التعاون الاسلامي OIC، خبيرة من 9 خبيرات، وده شيء برضو بعتز بيه جدا، لأننا
بيبقى في دايما علاقة ما بين اللجنة الدولية ولجنة الخبراء في إطار الـ OIC. وأيضا لأن دي يمكن حاجة الناس ما بتعرفهاش، إن مصر بتستضيف منظمة تنمية المرأة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وإن شاء الله يعني قريبا هنعلن عن افتتاح هذه المنظمة. ده شيء بيؤكد دور مصر الرائد في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة، وإن الخبيرات المصريات اللي موجودين، مش أنا مفردي، في العديد من الخبيرات يقدروا يدوا خبرتهم للدول الإسلامية. طيب سعادة سفير، عايزين نتكلم ان مصر يمكن بعد ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطه في مصر، يعني وضع المراه المصريه اختلف في الحقيقه طبعا، وحظت بمكانه كبيره جدا، وكان اخرها يمكن تشكيل الحكومه الاخيره اللي كان منذ يعني ايام قليله جدا. كان في الحقيقه كانت مفاجاه، العدد الخاص بالمراه اصبح لها نسبه كبيره جدا، سواء في الوزراء او حتى مساعدين الوزراء ونواب الوزراء، كان الرقم كبير جدا. ده يدل طبعا اهتمام الدوله المصريه بالمراه ومكانتها في المجتمع، وكان عام 2017 عام المراه المصريه. شايف حضرتك ازاي الوضع المراه الان في المجتمع المصري بالمقارنه طبعا بسنوات سابقه عليه؟ انا لازم اقول برضو دي كلمه حق، اتفضلي. ان من الاسباب اللي ادت الى اعاده انتخابي بيسر يعني وسلاسه، هو ان الدول كانت بتسالني عن وضع المراه في بلدي، وهنعمل ايه او بنعمل ايه بالنسبه للمراه. فلما بتكلم زي ما سيادتك قلت ان 2017 عام المراه، في تشريعات كتيره اتعملت او اتعدلت خاصه بالمراه، في التحرك بالنسبة لتمكين المرأة في كافة المستويات، طبعا في التشكيل الوزاري السابق والتشكيل الحالي، شيء جميل ونفخر ونعتز به. والأهم من كده كمان هو أن المرأة بتنجح في أعمالها وفي أدائها، فكل ده شيء جيد بيخلي مصر ليس فقط من أجل المرأة، ولكن ده شيء جيد بالنسبة للأسرة المصرية لما المرأة يبقى لها مكانتها واحترامها في إطار الأسرة في إطار المجتمع. ده بيساعد في تنشئة النشأ الجيل الجديد وفي عملية التنمية. يعني حتى لو نظرنا لنظرة عملية صرفة بدون بعيدا عن الشعارات، إن المرأة تمكينها، إعطائها حقوقها، احترام دورها في المجتمع، بينعكس إيجابا على الأسرة، على النشأ، على التوازن الأسرة، لأن هي اللي بتعكس المنظومة القيمية، القيم والأخلاق. مين اللي بيدي؟ الأم، طبعا المرأة. طبعا. وأيضا في عملية التنمية عندك 50% من المجتمع لما يبقى في احترام لحقوقه، حقوقه الاجتماعية اللي هي تعليم وصحة وإسكان وعمل، كل ده حقوقه السياسية، مشاركة سياسية، احترام النظرة إلى المرأة، كل ده بيؤثر إيجابا في عملية التنمية. وبيؤثر في حاجة مهمة، تنظيم الاستهلاك. لما بتعوز تنظم استهلاك في مجتمع بتلجأ للمرأة. ودلوقتي في موضوع تاني بقى، تنظيم الأسرة. أتمنى إنه زي ما السيد رئيس الجمهورية بيتكلم وبيناشد، وزي الحملة بتاعت وزارة التضامن، الناس تاخدها بجدية والتزام. طيب عايزين نتكلم برضو استاذ سفير عن فكره التمكين. اهم حاجه تمكين المراه، ازاي ممكن ناخد خطوات حقيقيه، ان الدوله تاخد خطوات حقيقيه لتمكين المراه، مش مجرد حتى شعارات. احنا شايفين واقع ملموس الان، المراه اصبحت لها بصمات واضحه في المجتمع المصري. خطوات التمكين بقى ازاي ممكن نستمر فيها، وازاي يحصل تمكين حقيقي؟ يعني تبتدئ من حاجتين، من التعليم، تدي فرصه التعليم وتصر على ذلك، إن في بعض الممارسات اللي هي ممارسات ضد المرأة، زي ختان الإناث، زي زواج الصغيرات، زي عملية الإتجار في البشر اللي هي زواج الصفقة اللي بتحصل في بعض القرى، كل هذه الموضوعات، العنف ضد المرأة اللي هي التحرش، كل ده بيساعد على التمكين. تمكين ليس بشعار، لكن خطوات عملية يتم الالتزام بها، فبتقدر تمكن المرأة من إن هي تتمتع، تمكن يعني ايه، تتيح لها فرصه التمتع بكافه حقوقها، وانها تحميها من اي شيء يضرها. فكل دي خطوات جايه، طبعا تمكينها ان يبقى فرص العمل بالنسبه لها. يعني احنا في وزاره الخارجيه
من أوائل الوزارات اللي مكنت المرأة. يعني لما كنت مساعد وزير خارجية كان في 9 سيدات مساعدين لوزير الخارجية، فدي شيء جيد. لما تشوف نسبة المرأة في وزارة الخارجية، نسبتها كرئيسة بعثة، كل ده شيء جيد، والحمد لله الدولة بتسير على هذا المنوال. طيب الجزء ده كافي برضه بتاعت سفيرة ولا احنا محتاجين اكتر من كده؟ يعني هل السيدات يطمحن لاكتر من ذلك ولا احنا واقفين في مرحلة كويسة جدا ممكن نبني عليها اكتر؟ احنا نقدر نبني على هذا الوضع، خصوصا ان في اراده سياسيه. اهم شيء ان يبقى في اراده سياسيه، وانت عندك اراده سياسيه على قمه الهرم السياسي، فيجب ان المراه تستفيد منه، انه لما تاخذ منصب او اي منصب كان بسيط او غيره، انها تؤديه بالتزام وباجاده، فده مكنها من انها تستمر في هذا المشوار بصوره ايجابيه. طيب اكيد برضو استاذ سفيره بيكون في معوقات بتقف امام يعني النجاحات المتواصله في الخاصه بالمراه، اكيد ده شيء الزيادة موجود. السكانية، الزيادة، عدم تنظيم الأسرة، ده طبعا بيعرقل، بينعكس سلبا على صحة المرأة وعلى ظروفها. لو كثره الانجاب يعني ده جزء منه كبير. كأم بتأثر عليها، وبعدين بيأثر على الفتيات. لو إن عندك عدد أطفال كبير جدا في الأسرة، هتودي في التعليم الصبيان الصبية، وهتخلي البنات يا إما يشتغلوا يا إما يتجوزوا في سن صغير، فده شيء سيء للغاية. فأنت تبتدي بتنظيم الأسرة، تنظيم الأسرة حتى تمكن جميع أفراد الأسرة، يعني الأطفال، إنهم يحصلوا على حقوقهم، وأولها حق في التعليم والحق في الصحة. طيب إزاي تدي حق في الصحة وانت عندك عدد كبير، 9 ولاد، هتدي لمين؟ تدي لمين؟ طب انت لو اديته رغيف عيش يعني يبقى نعمة. بقى كويس جدا. طيب الرصد بقى يا سعاد سفيرة ما بين التمييز ما بين المرأة والرجل، يعني الولد والبنت، زمان طبعا الولد طول العمر مميز والست ممكن كان زمان تقعد تخلف لحد 7 و8 و9 عشان يفضل يجيب ولد، فكرة الولد اللي كانت مسيطرة على المجتمع. إلى أي حد احنا تراجعنا في الموضوع ده ولا أي حد أصبحت النظرة للفتيات مختلفة؟ لا، مش بالنسبة للحضر طبعا، على الأقل أكيد رصد رصدكم في بالنسبة اكيد للمجتمع. هتبقى، ومش في مصر بس، في عديد من الدول في نظرة نمطية سلبية بالنسبة للفتاة وبالنسبة للمرأة. بالنسبة للفتاة يعني ان الأسرة بتفضل يبقى عندها ولد صبية ولد، وبعدين في ساعات برضو نظرة للمرأة، اما تيجي مرأة عاملة يقولك انا مش عايز تبقى مديرتي امرأة. في ناس بتفكر لا تزال بهذه الرؤية، هي طبعا في بتتراجع هذه الرؤية، ولكن العبرة بإيه يا فندم؟ العبرة بالأسرة طبعا، اللي تحترم الفتاة، التعليم، نظام التعليم، لازم الكتب المدرسية تبقى متطورة بحيث إنها توضح إن المرأة لها دور في المجتمع أيا كان دورها، اشتغلت أو ما اشتغلتش، وعلى وسائل الإعلام. يعني أما بتشوف في مسلسلات أو في أفلام صورة سخيفة للمرأة يعني، فده شيء سيء، ده له انعكاس سيء. فإحنا لازم برضو الدراما تبقى يعني تحطها في مكان تفكر يليق مرة بيها أكتر من واتنين كده. قبل ما تسيء إلى أي فرد في المجتمع، ومنهم المرأة طبعا. طيب عايز أتكلم برضو أستاذ سفير، حضرتك يعني وسط الكلام قلنا منظمة التنمية الخاصة بالمرأة اللي حضرتك بتسعى الناس عليها جميعا إن احنا نكون موجودة إن شاء الله، حضرتك طبعا من ضمن لها مقر الساعين في إن أنت مصر، مقر في مصر طبعا، ده في كان القاهرة. بيواجه يمكن عدد من الدول اللي هو بتحاول تقود هذا الموضوع، يعني مش هنتكلم فيه بس، يعني نتكلم مش عن عايز اتكلم مش هنتكلم في بالتفاصيل. الموضوع ده بس، يعني ده حرب عايزين دبلوماسية نتكلم عن طبعا. مصر ازاي لو نالت هذا الشرف وان شاء الله تستمر فيه ونكون منسقين فيه على اكثر قدر، ده هيفيد مصر في ايه ويعود على المرأة المصرية بايه؟ طبعا شوف، موضوع المرأة دلوقتي بقى مهم جدا في تقييم مصداقية الدولة واحترام المجتمع الدولي للدولة نفسها. فكل ما احنا بنكسب نقط في مجال حقوق المرأة، ده مش شعارات ولا حاجة، أنا بقول لك حقيقة، يعني باعتبار إن ليا تفاعل مع الأجانب، بقعد مع أجانب، بسافر وبشوف إن البلد اللي بتحترم حقوق المرأة بتكسب كثير جدا، والعكس صحيح، والعكس صحيح. فإحنا ما بنكسب نقاط بالنسبة لحقوق المرأة، كل ده جيد جدا بالنسبة حتى للاستثمار في مصر. تخيل، للاستثمار، للسياحة، بلد ما فيهاش تحرش، ناس السياح هيجي، بلد بتحترم المرأة،
هيبقى فيها استثمار وهكذا. بالنسبة للمنظمة، منظمة تنمية المرأة في تنمية المرأة إطار الأو أي سي أو منظمة التعاون الإسلامي، في حرب كانت دبلوماسية ضدنا لغاية ما خدنا القرار بإنشائها وحطينا النظام الأساسي ده من أيام ما أنا كنت في الوزارة، في وزارة الخارجية. شوف بقى من كام سنة استمرينا بقى في هذا الكفاح والصمود الدبلوماسي، والنهارده في دول بتحاول انها تخلق كيانات موازية. بالظبط موازيه بارالل ليها عشان تشد تسحب السجادة من تحت. بالظبط كده اهوت، واحنا واقفين بصمود في هذا الخصوص، وان شاء الله قريبا يعني نفتتح المقر لما تنضم عدد 3 أو 4 دول زياده اضافيه، يعني عشان يبقى النصاب القانوني موجود ويتم تشكيل هذه المنظمة وتبقى فخر لمصر. طيب عايزين نتكلم برضو تعاون حضرتك مع المجلس القومي للمرأة، يعني طبعا التعاون، هل في تعاون وثيق؟ هل في طبعا بناء طبعا مشترك ما بينكم؟ أنا يعني أنا بفخر إن المجلس دعم ترشيحي وأيدني من أوائل برقيات التهنئة، كان المجلس القومي للمرأة ودكتورة مايا مرسي وكل عضوات المجلس حقيقي. أنا بتعاون أيضا مع المجلس ليس كخبيرة في المرأة، أيضا كرئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، باعتبار إن خصوصا الإتجار في البشر ده موضوع ده هنفتح الموضوع بشكل مفصل، بس لكن أنا برضو بتعاون معاه وبروح وبقول محاضرات وعندنا حملات توعية، كل ده تعاون وثيق مع المجلس. طيب عندنا برضو مجموعة من التحديات سعادة سفيرة، طبعا بالنسبة خاصة للمرأة حضرتك ذكرتها في ذكرناها بإيجاز، لكن لو هنقول برقيات في نقاط محددة، يعني عندنا مثلا زواج القاصرات، التصدي لختان الإناث، عندنا مشاركة المرأة بالحياة السياسية، تنظيم الأسرة، لو برقيات كده سريعة نقدر نقولها في الحاجة دي، زي مثلا زواج القاصرات. طبعا ده شيء ضد القانون، لأن القانون المصري بيحدد سن الطفل لغاية 18 سنة، فأي فعل لا يتمشى أو يتعارض مع هذا القانون ده يبقى غير قانوني ويتم توقيع العقوبة على المسؤول. طيب تصدي لختان الإناث، الختان الإناث ده عملية تشويه لحياة المرأة ولسلامتها الجسدية أيضا، وممكن أنه يؤثر على حياتها. فده طبعا شيء حصل فيه تراجع في مرحلة معينة أثناء حكم الإخوان، حصلت أرسلوا قوافل إلى الوجه القبلي وشجعوا على هذا الموضوع، لكن مصر بتكافح لي طبعا أنها توقف هذه الممارسة السيئة التي لا ترتبط بأي صورة بالدين الحنيف، ملهاش أي علاقة بالدين، وإن كان في بعض الناس بتحاول إن هي تربطها بالدين وهذا غير صحيح على الإطلاق، دي عادة إفريقية ترتبط بدول حوض النيل. طيب مشاركة المرأة بالحياة السياسية، طبعا المرأة مشاركتها في السياسية، ما شوف بالنسبة لي يعني المشاركة اللي حصلت لي إزالة حكم الإخوان، كانت المرأة بتتصدر المظاهرات والمشاركة، وكانت بتتصدر كل ما هو مفيد بالنسبة للبلد ولعودة الحياة السليمة الديمقراطية، وأيضا المشاركة في الانتخابات، ما تشوف حضرتك المشاركة في ده هي الانتخابات. متصدر المشهد، السيدة المصرية دايما بالظبط اللي هي بتتصدر بالظبط، المشهد يعني، وحاليا في البرلمان لها دور جيد جدا. وفي الوزارة كمان طبعا التشكيل ده الأخير ده موضوع رقم تاني، كبير يعني. ده شيء جميل طيب بصراحة. سعادة سفيرة نفتح الملف التاني، طبعا ملف الأصبح يعني ملف الأكثر، كان ملف أكثر تعقيدا، لكن الحمد لله الفترة الأخيرة يمكن بيشهد تراجع بنسبة كبيرة جدا، وموضوع الهجرة غير الشرعية. كانت مصر بتعاني جدا من نسبة مرتفعة خلال السنوات المنقضية الخاصة بالهجرة الغير شرعية، شايفة حضرتك مصر فين دلوقتي من الموضوع ده؟ طيب مصر بفضل يعني تحركات إيجابية من الدولة، سواء حرس الحدود غفر السواحل، ما فيش مراكب بتطلع من السواحل المصرية، ولكن وأيضا لأن عندنا قانون الحمد لله قانون جيد جدا، قانون 82 سنة 2016، حتى اللائحة التنفيذية احنا طلعناها ومجلس الوزراء أصدرها وطلعت في الجريدة الرسمية، يعني عندنا كيان تشريعي جيد، عندنا عيون يقظة اللي هي على السواحل بتاعتنا، عندنا ضبطيات لسه في ضبطيات مؤخرا لعصابات كان أظن في القليوبية،
حصلت. كل ده تحرك جيد جدا وإيجابي لإيقاف هذه الجريمة اللي بتقضي على حياتهم وادخارات شبابنا. لكن هذا لا يعني إن ما فيش أو الهجرة غير الشرعية هتتوقف. لا طبعا، ده أنا لسه يعني أريح حاجة جاية لنا هذا الصباح، إن في 50 واحد إقامة غير شرعية في مكاو. يعني شوف شوف فين، في آسيا. فهذه التحركات سواء كانت من ناحية البحر، لو وقفت من البحر، في طبعا وسائل أخرى، في طبعا سفريات من خلال ليبيا. طبعا كل ده بيتحل أو بيتم الحد منه إزاي؟ بالتوعية، إحنا كلجنة وطنية وحضراتكم كإعلام، وإن إحنا بنسافر المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة الشرعية، إن إحنا نبرز البدائل. الشباب لغاية دلوقتي غير مدرك للبدائل المتاحة في بلده، مع إن البلد دي فيها خير وفيها إمكانيات. أنا ما بقولش إن فرص العمل يعني موجودة في كل حتة، لا، بس أنا اللي بقول يدور في هيلاقي. صعوبات، لكن لو بحث هيلاقي البحث هيجد. أمال الأجانب اللي موجودين في بلدنا دول بيعملوا إيه؟ الأخوة السوريين الحمد لله وأفارقة موجودين. أنت عندك الهجرة الواردة إلى مصر أكتر من الهجرة الصادرة إلى مصر، فهمني حضرتك؟ وده خطر يعني في المستقبل لازم ان احنا نبقى متنبهين له ونتعاون في اطار الاتحاد الافريقي ونشوف ايه اللي هيحصل. احنا طبعا الاخوه الافارقه على عيننا وراسنا، لكن طبعا اقامتهم في مصر يجب ان لا يتم استغلالهم وفي ويكون في اطار تقنين عبورهم. او حاجات فهمني؟ تقنين، حاجات مقننه يعني، يكون تحت يعني تحت تقنين الدوله، ويكون في متابعه دوريه اه وبشكل طبعا رسمي يعني طبعا. بشكل. فعموما في فرص، ما بقولش احسن الفرص، لكن احنا في طريقنا الى ان الامور تتحسن ونمر من عنق الزجاجه في الموضوعات الاقتصاديه وفي موضوعات السياحه ان شاء الله. فدي رساله للشباب ولاسرهم، يعني ابحثوا زي ما بتقعد وتعمل شاتنج وكده، دور على فرص العمل ما تستسهلش واصبر واصبر اصبر. واصبر. تمام. التنمية طبعا هي الحل السحري، كل ما بيبقى فيه مشروعات تنموية كل ما هي بتستوعب العمالة. طيب سعادة سفيرة، لو رجعنا مثلا لعام 2000 فيما قبل، مثلا 2010 2009، كانت نسبة الهجرة الغير شرعية نسبة كبيرة جدا. يمكن لما بنرصد المقاييس الأخيرة، يمكن السنة دي أعتقد في نسبة بتقل كتير جدا. هل حضرتك في عندكم إحصائيات، ربما مش دقيقة بعض الشيء، لكن إحصائيات موجودة بتدل انخفاض النسبة، وإن مصر بتسير طبعا ده مرتبط بالعمالة ومرتبط بوجود فرص عمل وتنمية اقتصادية، كل ده بينعكس بشكل واضح على الهجرة الغير شرعية؟ والله انا لسه احنا في اللجنه عملنا دراسه عشان نعرف من خلال الترحيل، عمليه الترحيل ما ده مؤشر. بتقدر تعرف ازاي دي جريمه تحتيه؟ تقدر تعرفها ازاي؟ بتعرفها من عمليه الترحيلات، بتجيلك بقى من قنصلياتك وسفاراتك في الخارج، او بتجيلك بعض البيانات من وزاره الداخليه الايطاليه بنقدر نعرف منهم باعتبارها دولة مقصد بس أساسية. دول اللي بينجوا ساعات سفيرة، يعني دول اللي أيوة، ما أنا بيعيشوا. جاية لسيادتك في اتفضل. الكلام. في حوادث، في ضبطيات، كل ده بناخده على بعضه كده وبنحاول إن احنا ناخد مؤشرات مش أرقام دقيقة 100%. في بعض التراجع بالنسبة لأوروبا. بالنسبة لأوروبا في تراجع، ليه؟ لأنهم واخدين سياسات عنيفة جدا ضد الهجرة، وبعدين دول هما لسه أنا قارية بالأمس إن الأوروبيين عايزين يزودوا بنسبة 30% من عمليات البحث في البحر المتوسط. يا ريت بس ياخدوا ال 30% دي يعملوا بيها مشروعات تنموية في دول المصدرة، المصدر. المصدرة. لكن هم برضو التفكير لا يزال تفكير أمني، وإن كان هذا ليس بالحل، لكن عموما أدى إلى الحد من الهجرة الواردة إلى إيه؟ إلى أوروبا. ولكن في أماكن أخرى ظهرت فيها أعداد من المصريين، في بعرفها من خلال حوادث قتل، مش شفت في حصل في جنوب أفريقيا عملية طبعا. قتل؟ فكل دي بنعرف إن في ناس بتبحث عن دول أخرى ممكن إنه بسهولة ياخدوا فيها التأشيرة
ويخشوا بتأشيرة سياحة ويستمروا، وبالتالي عملية المواجهة والتوعية يجب أن تستمر. عملية المواجهة لتجار الموت، أوكي، عملية المواجهة للناس اللي بتحاول إنها تشجعهم على إنهم يروحوا للوهم، وعملية أيضا التوعية. طيب لو شرحنا كده تفصيلا سعاد سفير، هل ترتيب مصر متقدم في موضوع الهجرة غير شرعية، ولا ترتيب متوسط، ولا ترتيب لا متأخر؟ لا لا، ما احناش بالنسبة إلى عدد السكان، لا ما احناش من الدول ذات الترتيب المتقدم في حاليا بالنسبة للهجرة غير الشرعية. في مراحل طلعنا هجرة شرعية، لو تاخد عدد المصريين اللي في الدياسبورا يعني في دول المهجر، والوزيرة بقى نبيلة مكرم واحنا بنهنيها بتجديد الثقة فيها، هي اللي هتقدر تقول لك الأعداد الدقيقة للمصريين المتواجدين في الخارج. أعداد كبيرة أظن توصل ل 8 إلى 10 مليون، دول سافروا بهجرة شرعية، ولسنا ضد الهجرة الشرعية، لا طبعا، دي حاجة منظمة وتدفقات خصوصا منظمة لو يعني. في العلاقة الوطيدة مع الدولة الأم، يجب أن تستمر. طيب عايزين نتكلم برضو عن دور لجنة مكافحة الهجرة بقى الغير شرعية اللي حضرتك موجودة فيها، وتوعية كمان المخاطر الخاصة بيها، توعية حتى أسرهم كمان إن طبعا هم ينصحوا الشباب، ده دور مهم جدا. شوف حضرتك، احنا بنشتغل على مستويين، الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. احنا عندنا خريطة بتوضح أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية، وعلى أساسها بنسافر القوافل اللي بتروح واللي بنزور المحافظات احنا كلجنة، وبنوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبنوضح البدائل. فده احنا بنقوم بهذه المهمة بقالنا أكثر من عدة سنوات. موضوع الإتجار في البشر بقى خطير، حضرتك شايف الدور اللي بتقوم بيه الرقابة الإدارية دلوقتي والضبطيات اللي بيقوموا بيها، ودلوقتي عندهم صلاحيات في هذا الموضوع وهم أعضاء في اللجنة بصراحة، واحنا بنثمن الجهود اللي بيقوموا بيها مع الجهات الأمنية الأخرى والرقابية. في موضوع مهم جدا طبعا، تجارة الأعضاء البشرية دي خطيرة ده موضوع للغاية، كارثي يعني. كارثي وخطير. وفي برضو زي لما قلت لسيادتك اللي هي زواج الصفقة، اللي هو بيتعمل في بعض القرى اللي في الجيزة، وده شيء امتهان يعني لكرامة المرأة والفتاة. وفي طبعا بعض صور العمل القسري، واحنا برضو بنحاول كلجنة ان احنا نشوف كيف ان احنا نواجهه، بنتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الموضوع، وبنشوف برضو نعمل ازاي في دور الرعاية بالنسبة للسيدات اللي بيتعرضنا لجريمة الإتجار في البشر. طيب موضوع جرب البشر برضه بتاعت سفيرة، يمكن أنا بس كان هضيف له، أو اتفضل. إحنا بنتعاون مع وزارة التضامن ومع مجلس الطفولة والأمومة. طيب موضوع جرب البشر أصبح يعني ده من أخطر الحاجات اللي موجودة في العالم ككل دلوقتي، مش أيوه في مصر بس، أصبح بالظبط يعني ظاهرة عالمية، بالظبط، تخوف منها أصبح كبير جدا، ومصر للأسف كل ما بين حين وآخر بتمسك يعني تضبط عصابة كده. موضوع تجارب البشر وللأسف بيكون منها أطباء، لسه كان عندنا موضوع كبير كده، ايوه مجموعة يا فندم. الأطباء كبيرة جدا وناس يعني. موضوع مصر بقى وصلت لحد فين موضوع تجارب البشر؟ برضو ترتيب مصر إيه في موضوع تجارب البشر، طرق المكافحة والمجابهة وغيرها من الأشياء الخاصة بالتفاصيل الخاصة بتجارب البشر كلها؟ بالنسبة لمصر احنا لسه يعني كان عندي زيارة من ضيف أجنبي في مكتبي قبل ما أجي لحضرتك، وقال إنه بيشتغل في مجال مكافحة الإتجار في البشر منذ سنة 2000، ولم يجد دولة فيها الجدية والإرادة السياسية لمواجهة هذه الجريمة زي مصر. يعني أنا سعيدة بهذه الجملة سعادة غامرة بصراحة. فده ليه شخصية أجنبية على مستوى رفيع، مش هقول الاسم ولا الدولة ولا المنصب، لكن أنا سعيدة بذلك. نمرة اتنين بقى، إنه قال لنا في اللقاء اللي اتعمل في مكتبي إن موضوعات الإتجار في البشر هتبقى دعامة أساسية في تقييم أداء الدولة في مجال حقوق الإنسان. طبعا فدلوقتي ده موضوع انت بتعمله كمان بتحترم وبتحمي حقوق المواطن عندك.
ما هيش جريمة منظمة عبر وطنية، ولكن أيضا جريمة تنتهك حقوق الفرد والمجتمع وتهدد سلامة المجتمع. أحب إن أنا أوضح إن القانون بتاعنا 64 لسنة 2010 من أفضل القوانين في العالم، ده يعني جامعات أجنبية، يعني جامعات في واشنطن قالت هذا، وخبراء أجانب قالوا هذا الموضوع، إن إحنا بنواجه هذه الجريمة باعتبارها جريمة، وبننظر أيضا إلى منظور حقوق الإنسان، بنضع الاثنين، ومن أجل هذا الدول بتحترم كفاحنا في هذا الموضوع. أنا ما بقولش إحنا أحسن بلد، لا طبعا، لا أدعي ذلك، بس عن الطريق الصحيح، لكن يعني إحنا أيوه، عن الطريق الصحيح. والتقييم بيكون إيه؟ بالإرادة السياسية. الإرادة السياسية إزاي؟ إن في إرادة لتفعيل القوانين، إن عندنا تدريب، يعني عديد من التدريبات للقائمين على إدارة العدالة، زي النيابة، زي القضاة، وليس فقط في القاهرة، في كل المحافظات. وأيضا بالنسبة لي إن إحنا يبقى عندنا سياسة واضحة واستراتيجية بتنفذ في هذا المجال. يعني دار الإيواء اللي بتتعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي ومع مجلس الطفولة والأمومة، والبروتوكول جاهز إن شاء الله، الوزراء يبقوا يوقعوه بعد مدام التشكيل تم الوزاري، ده هيبقى شيء جيد جدا، لأن السيدات أو الفتيات المصريات اللي يتعرضن لهذه الجريمة هيلاقوا مكان يقعدوا فيه، بدل ما أما بيتم اختارنا نقعد نجري نشوف هنأويهم في أنهي مكان. كل هذا بيوضح الجدية في التعامل مع هذا الموضوع. طيب انا بطرح بس على حضرتك برضو سؤال خاص بالجهود المشروعات القومية باعتبارها سند رئيسي جدا لكل الموضوع دي. يعني أكيد لو اتعملت مشروعات قومية ده، وقينا أكيد نسبة البطالة بتنخفض، اكيد طبعا مش هيكون عندنا هجرة غير شرعية، اكيد مش هيكون ان شاء الله عندنا مرضى اتجار في البشر، لان طبعا ده كله الهدف الاساسي منه المال، ده فبالتالي كله بيتوقف ده على أكيد المشروع. التنمية هي الحل السحري زي ما قلت لسيادتك، لمكافحة الهجرة غير الشرعية ولمكافحة الإتجار في البشر، مما لا شك فيه. فإن شاء الله يعني احنا متفائلين بالفترة القادمة إن مزيد من المشروعات الكبرى، لكن أيضا لا ننسى إن دول جنوب شرق آسيا قامت على المشروعات الصغيرة ومتناهية متوسطة. الصغر، وإحنا عندنا جهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وندائي إلى الشباب اهتموا بهذا الموضوع. لو أخذتوا قرض خدوا قرض واستفيدوا منه، واسألوا إزاي تستخدموا هذا القرض، في دراسات جدوى، يعني مش شرط الشاب يبقى عارف يعمل المشروع إزاي، هذا الجهاز يقدر يديك المشورة ويدعمه الفنية بالظبط. بالظبط. وبالطريقة ديت ده هي الحلول لكل صور استغلال طيب المواطن المصري. اسمحي لي سعادة سفيرة بس نشوف تقرير صغير عن يعني تدعيم وتكريم الرئيس السيسي للمرأة المصرية في شتى المجالات. نتابع مشاهدينا هذا التقرير. تولي الدولة اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية من خلال تمكينها والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن ضمان احترام حقوق المرأة والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما تؤكد القيادة السياسية على الدور المحوري للمرأة المصرية في المجتمع، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن العام الماضي عاما للمرأة المصرية تتويجا لجهودها وتشجيعا لها. تزامنا مع ذلك تم تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 المنبثقة عن أجندة التنمية المستدامة هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فيها. وتشهد الوزارة الجديدة والمكلف برئاستها الدكتور مصطفى مدبولي أكبر عدد من السيدات في تاريخ الحكومات المصرية، كما جاء اختيار المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة كأول سيدة تتولى هذا المنصب، مما يعكس مدى الثقة التي أولتها الحكومة في قدرات المرأة المصرية. وتخطو مصر خطوات متميزة في اتجاه تمكين المرأة، وتجلى ذلك بالفعل في تعيين عدد من السيدات في مجالس إدارات مؤسسات كبرى تمثل متخذي القرار في مصر،
فالمرأة المصرية تعيش العصر الذهبي في ظل قيادة سياسية تؤمن بدورها وتدعمه. اهلا بحضراتكم جديد، وجد الترحيب مره اخرى بسعاده سفيره نائله جبر، رئيس اللجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر، وعضو لجنه الامم المتحده للقضاء على التمييز ضد المراه. مشرفنا من جديد سعاده سفيره. عايز اتكلم عن ان المجتمع المدني لازم يكون له دور، ما نقدرش نرمي كل الحمل على الحكومه فقط، لازم نتعاون المجتمع المدني طبعا للقضاء على هذه الظواهر الخطيره. يعني المجتمع المدني في مصر له تقاليد ووجود منذ قرون، والأعداد أعداد أكتر أظن من 40,000 منظمة أهلية مسجلة في التضامن الاجتماعي، وأنا ليا يعني تاريخ في التعاون مع منظمات المجتمع المدني اللي لها نشاط اجتماعي، يعني اشتغلنا معاهم في عملية مكافحة زواج الصفقة، وبرضو بالنسبة لي التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وكان ليا لقاءات وحتى عملت لهم دورات للتوعية، ولجمعيات ليس فقط من القاهرة، بنجيب من الأقاليم. فمجتمع المدني له دور يعني مهم للغاية، وزي ما سيادتك قلت مش كل العبء على الدولة. وعلى فكرة لما الجمعيات الأهلية اللي بتتكلم رسالتها بتوصل بسرعة أكتر ما ناس مسؤولة في الحكومة بتتكلم. صحيح صحيح. بصراحة يعني فأنا بعتمد عليهم بالنسبة لي التوعية. طيب برضه سفيرة حضرتك برضه ليكي فكر مختلف شوية في الموضوع اللي يعني الهجرة غير الشرعية بالذات، حضرتك لجأت الناس معروفين في المجتمع يعني زي الكابتن حازم امام مثلا، ليه يعني بشكره محبب من الجميع بالزبط. وراجل يعني ليه يعني احترام عند المجتمع المصري، فربما مشاركه حضرتك مع كابتن حازم في موضوع الهجره غير الشرعيه، وكذلك عمل اغنيه يعني من الفنان احمد شيبه ووجود فارس او الشخصيه الموجوده فارس اللي هو طبعا بيموت نتيجه الهجره غير الشرعيه، ده طبعا بيدي ابعاد أو فكر مختلف بتلجئي فيه للهجرة غير الشرعية. شوف حضرتك يعني أنا متخصصة في حقوق إنسان ويعني وكمان في العلاقات الدولية، لكن موضوع الإعلام ده كان جديد علي، والله ابتدينا ندرس ونجيب خبراء في الإعلام عشان يقولوا لنا الرسالة الإعلامية تبقى إزاي توصل إزاي بالظبط، وتوصل لأكبر يعني عدد من الناس، وعندنا محافظات وإلى آخره، وقالوا لنا إن موضوعات أبطال الكورة دول لهم قبول عند الشباب، خلي الرسالة تصل بسلاسة وبيسر. واتكلمنا مع كابتن حازم إمام، وراجل شخصية جميلة تبرع بالمشاركة يعني في هذا الفيلم القصير، والحمد لله هذا الفيلم حقق نجاحا كبيرا، والفضل له وللتيم اللي اشتغل معنا. حاجة تانية برضو قالوا، واشكر بقى حسين بيزين لانه نشر الفيلم ده، رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام بالظبط نشره عندكم. الاغنيه الجديده اللي طلعت اللي هي اغنيه فارس، اللي هو فارس ده اللي عايز يسافر واصحابه بيقولوا له ما تسافرش، في الاخر سافر ومات، وطبعا ماساه دي برضو الفنان الشعبي شيبه وزاب ثروت، كل المكونات اللي تعجب الشباب. وعلى فكرة هي طلعت 3 أيام قبل رمضان وعملت 5 مليون مستمع مستمع أو مشاهد كمان لأنها فيديو يوتيوب. فإن شاء الله برضو حسين بي زين وعد إن بعد رمضان هينزلها لنا عندكم في التلفزيون، فنزلوها بقى إن شاء الله نحاول نتابعها مع حضرتك. فإحنا بنمشي على النصايح اللي المتخصصين في الإعلام الكوميونيكيشن الاتصال بيدونا خبرتهم، وبنحاول عشان نوصل الرسالة بيسر بسلام. طيب خد بال حضرتك إن إحنا بنتعامل في أرواح مواطنين، يعني اللي بيسافر وممكن يموت في الطريق أو ممكن يتم استغلاله، ده روح بني آدم، فحتى لو كان واحد أو اثنين أو ثلاثة إحنا كدولة إحنا كحكومة مسؤولين عن ذلك. طيب عايزة أتكلم عن تطبيق القانون. أيوة. والردع الخاص بالقانون، هل فعلا بيكون رادع لأي حد ممكن يفكر أنه يعني يقوم بأي عمل من هذه الأعمال؟ هل القانون فعلا بيكون دي الصدى، رغم وجود القانون برضو بنلاقي الناس مخالفين دي؟ شوف حضرتك تفضلي، القانون أولا بيعكس مصداقية الدولة، احترام الدولة وقوة الدولة كمان قوتها احترامها،
والحمد لله يعني احنا عندنا اجهزه انفاذ القانون ممتازه ممتازه. فلا ده بيحقق رد، هو ضروري ولكن غير كافي. يعني انا مش هعتمد عليه بس، انا عندي مثلث ثلاث اضلاع، واحد الردع وانفاذ القانون، اثنين التوعيه، ثلاثه التنميه. فيبقى عندنا ثلاث اضلاع للمثلث ده، في مكافحه الهجره غير الشرعيه ومكافحه الاتجار في البشر، ودي سياستنا كلجنه وطنيه. طيب الى لاي حد برضه سعاده سفيره بنلاقي تعاون ما بين اللجنه الوطنيه التنسيقيه طبعا الخاصه بالاتجار البشر وبين الامم المتحده والجهات الدوليه؟ هل في دعم كبير؟ في احترام للبلد زي ما قلت لسيادتك، احترام لان البلد جاده. اما الدوله بتطلع قوانين وبتنفذها، دي دوله جاده، وعندنا قانونين الحمد لله كل الناس نشيد بيهم. بتشيد بيهم بصراحه، كل الناس ما يعني الحمد لله. وعندنا استراتيجيات لكل موضوع، للهجره، لمكافحه الهجره ومكافحه الاتجار. عندنا اليه وطنيه اللي هي اللجنه الوطنيه، دي الاليه التنسيقيه اللي بتجمع 26 وزاره وهيئه. فدي برضو عندك من الناحيه التشريعيه، من الناحيه المؤسسيه، من الناحيه التنمويه، فبتعمل اقصى ما عندك لدوله. فمؤسسات الامم المتحده حقيقي بتدعمنا، بتشجعنا، بتقدم لنا منح. المنح دي غير مشروطه عشان نبقى واضحين كده، بتقدم منح، احنا بنتفق النشاط هيكون ايه، احنا اللي بنختار النشاط، بنختار بنوجهه ازاي، بنعمله ازاي، بنجيب مين اللي هيدرس لو عندنا تدريب، بنختار المكان، كل ده، وهم بيقدموا التمويل بدون تدخل في انشطتك. طيب سؤال اخر، حضرتك امنيه حضرتك ايه، امنياتك ان شاء الله للمجالات اللي بتعملي فيها ايه؟ طبعا انا اتمنى كأم لبنت ابنه واحده، هي ما شاء الله ربنا يعني يبارك فيها يا ام رب. وناجحه في عملها وعندها اولاد، فطبعا بتمنى كل خير بالنسبه للمراه المصريه. انت عارف ان المراه المصريه هي رمز مصر، تمثال نهضه مصر، رمز نهضه مصر هي المراه المصريه. بتمنى ان الفلاحه المصريه تحظى بكل حقوقها، إن لان شاء انا الله. بهتم جدا بالمراه الريفيه، وانا الامم المتحده يعني بتطلب مني ان انا اروح اتكلم في المحافل الدوليه عن حقوق المراه الريفيه. فاتمنى ان المراه الريفيه المصريه يعني تحظى بكل حقوقها، هي قدامها حقوقها بس ايه، انها تحصل عليها بنفسها بايدها بنفسها يعني. إن شاء الله. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتينا وسعدنا جدا بلقاء حضرتك معنا النهارده يا فندم. شكرا جزيلا سعادة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر، عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة. شرفتينا يا فندم، سعداء بلقائك، شكرا جزيلا. ده كان نقطة ختام هذا الحوار الممتع والشيق مع سعادة السفيرة، طبعا نقاط مهمة الإتجار بالبشر، كيف التعاون وكيفية التقليل منها، وكيفية حتى القضاء والحد من هذه الظاهرة، وكذلك الحديث عن المرأة المصرية ومكانتها في المجتمع المصري كان محور حديث في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وعلى وعد باللقاء إن شاء الله في الأسبوع المقبل من حلقة جديدة من حوار خاص. ابقوا معنا دائما على شاشة النيل، إلى اللقاء.